استنى يا دراز، هو ده الطبيب النفسي بتاع مريم رياض، لازم اوصل له. هو ده الصندوق الاسود بتاع مريم. بلاش لا كده، انت كبرت الموضوع قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تعيش نفسك في الاوهام دي، خلينا مركزين في شغلنا احسن. ده خيط ممكن يوصلنا لحاجه. والله لو وصلت هكمل، ما وصلتش اديني يعني يكفيني شرف المحاوله. انت تعرف الكاتب الصحفي اللي كتب الخبر ده؟ ياسر الزهران؟ لا معرفوش، بس اعرف رسام الكاريكاتير بتاع الجريده اللي هو شغال فيها. طيب ما تكلمه يمكن يقدر يدلنا على حاجه. ماشي. الو. ايوه يا عمران. ايوه دراز معاك، وحشني. فين ايام زمان وحلاوه ايام زمان؟ ايام زمان ايه؟ انت هتستعيد ذكرياتك مع عمران دلوقتي؟ خليه يقول لنا فين الصحفي. ايوه عمران. بقول لك ايه، في صحفي شغال معاك واسمه ياسر زهران. لا حول ولا قوه الا بالله، اتوفى في حادثه السنه اللي فاتت، الله يرحمه. طبعا عمران هبقى اكلمك تاني. سلام. يبقى مفيش قدامي غير ميم ميم. الو. ايوه يا بابا، انت ليه قافل تليفونك طول اليوم؟ معلش يا حبيبي، اصله كان فاصل شحن، انا عايز اشوفك حالا. في حاجه حصلت ولا ايه؟ لما اشوفك بقى هبقى اقول لك، اصل زار التليفون هيفصل تاني. طيب انا هتحرك حالا واجي لك على الجورنال. ماشي. السلام. كلامك ده بيقلقني. ما هو لو ما قلقتش تبقى كارثه، بنتك متهمه في جريمه قتل. بس هي ما كانش قصدها، ده قتل خطا. الكلام ده لو ما فيش شهود شافوها واكدوا انها ركبت عربيتها وموتت الراجل بتعمد. بس انا مش عايزاك تقلق خالص، عايزاك تطمن. اطمن ازاي بعد كل اللي قلتيه ده؟ اصل انا قلت وجهه نظرك ووجهه نظر القانون، انما وجهه نظري انا كمحاميه حاجه تانيه خالص. اللي هي ايه؟ لا اللي هي ايدي هتدفع اتعابها كتير قوي. وانا تحت امرك. هاخد نص مليون. نص مليون جنيه؟ دولار. بس ده كتير جدا. مش كتير على بنتك. وبعدين كفايه ان مفيش حد هياخد خبر بالموضوع ده. اصلا انا مش من نوعيه المحامين اللي بيحبوا التشهير والبلبله، والا ما كنتش جيت لي. ودي لوحدها ليها تمن. بس انت عارفه تقولي بكام بالمصري؟ عارفه، بس أنا لسه مكملتش كلامي. بعد النطق بالبراءة هتحول لي 50,000 دولار على حسابي، وبقيت أتعابي هدخل بيها شريكة معاك في القرية السياحية الجديدة اللي أنت هتعملها، وطبعا هكون مسؤولة عن كل الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع. يعني هدخل بأتعابي شريكة. ديل. مش لما أعرف أخد الأرض الأول. هو أنت مش قلت أنك هتظبط مع الوزير؟ ولا يكونش المبلغ اللي انت عرضته عليه طلع قليل بالنسبة له؟ الموضوع مش في المبلغ، سيادته طلع بتاع مسل ومبادئ وملوش في حركات تحت الترابيزة. طب وهتعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجة، استاذ جمال هو اللي هيعمل. كلمة منه للوزير، توصية حلوة، واجراءات الارض كلها تخلص. والله دي حاجة بينك وبين جمال. بس انت اكيد ليكي طريقة في اقناعه، هو مش جوزك برضه؟ جوزي في البيت، هنا شغل. ولو اني اعتقد ان لو انت زودت المبلغ اللي انت كنت ناوي تديه للوزير واديته لجمال، ساعتها اقدر اقولك ان الارض بقت بتاعتك. اهو ده الكلام. وطبعا انت هتبقي المسؤولة عن الاجراءات القانونية للمشروع وشريكة ليا. ديل؟ مبروك مقدما براءة بنتك. خلاص يا حبيبتي، هيتقفل علينا باب واحد انا وانت. انت مش متخيل، انا مش مصدقه ده انا طلع عيني بسبب شغلك ده. معلش يا حبيبتي معلش. حلوه دي. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتشيك السوسه. السوسه ايه؟ بقول لك يبقى الاوضه دي الاورنج عجبني جدا. ايه؟ اورنج؟ انت عايزه انا انام في اوضه اورنج؟ هيبقى موقفي ايه قدام اصحابي وباقي القيادات لما يجوا يشوفوا الاوضه اللي انا نايم فيها؟ قيادات؟ معلش، هم ايه اللي هيدخلهم الاوضه علينا؟ باب حب الاستطلاع، بيطمنوا علي عادي.
وبعدين اصحابي اللي بقولك عليهم دول بنات، كلهم بنات. بنات؟ بقولك يا رؤوف شكلها كده مفيش جوازة على فكرة. معلش يا حبيبتي انا بهزر معاكي. يا حبيبتي ده انا نقلت من مباحث الاداب مخصوص عشانك. بجد يا اوفا؟ بجد يا عيون اوفا. بقولك ايه بقى، ما ينفعش نمد الاجازة دي من اسبوع لشهر؟ للاسف يا حبيبتي مش هيبقى في اجازة خالص، ولا اسبوع ولا حتى يوم. نعم يا حبيبي. ايه؟ أجازة دي مش هينفع تمدها، يعني أنا صبر عليك 3 سنين وفي الآخر تقولي ولا شهر عسل ولا أجازة حتى أسبوع؟ اللي أنت بتقوله ده؟ أعمل لك إيه؟ مش أنت اللي أصريتي إن أنا أنقل من بحث الآداب؟ آه هاتها فيا بقى، أنا قلت لك سيبي الآداب لكن ما تسيبش أجازتك يا حبيبي. معلش يا حبيبتي. معلش 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 يا صابرين صابرين. خلينا صابرين يا صابرين. بص بص يا رؤوف بتهزر؟ معلش يا حبيبتي معلش معلش. عجبتكم الأوضة؟ اه مش كده يا صابرين الاورنج؟ اه حلو مقرنجه حلو. طيب انا مضطره ان انا امشي دلوقتي، عندي مشوار. اختاروا كل اللي انتوا عايزينه وانا هعمل لكم خصم على التوتل. شكرا جدا. شكرا. على ايه؟ مرسي. بعد اذنكم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ثانيه واحده اجرب كده. اجرب ايه؟ الو. نصبتوا الستيج؟ عملتوا تيست للسماعات؟ طب اقول لك انا مش عايزه اي مفاجآت والنبي، ها، وعايزه الحفله دي تخلص على خير. يلا سلام. عارف يا بابا ان حضرتك اكيد زعلان مني عشان ما قدرتش اجي عيد ميلادك امبارح، بس والله كان عندي شغل في المستشفى طول اليوم. ولا يهمك، انا نفسي ما كنتش فاكر ان عيد ميلادي امبارح اصلا. طب قول لي بقى ايه الموضوع المهم اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ عايز اعرف ايه السبب اللي ممكن يوصل شخص للانتحار. اسباب كتير، ممكن يكون اكتئاب او صدمه او احباط مثلا، بس ده بيتوقف على الحاله نفسها والظروف اللي مرت بيها والعيشة اللي كانت عايشاها. طب لو انا قلت لك ان الحالة دي شخصية يعني مشهورة وفنانة وعندها فلوس كتير والناس بتحبها. انا ما اقدرش احكم يا بابا على حالة من المعلومات البسيطة اللي حضرتك بتقولها دي، لازم اقعد مع الحالة وافهم كل تفاصيلها. لا ما انت مش هتقدر تقعد مع الحالة لان الحالة زمانها اتحللت. مش فاهم. اسمع يا عماد، انا عايز اوصل لدكتور نفساني. خير يا بابا؟ هو حضرتك عيان؟ انا ممكن اعالجك، انا دكتور على فكره. انت هتعرفني بنفسك؟ ما انا عارف انك انت دكتور. انا عايز اوصل للدكتور النفساني اللي كان بيعالج مريم رياض. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي. مريم رياض الممثله؟ طب ما تفهمني ايه الموضوع يا بابا؟ هبقى افهمك بعدين. المهم هتعرف توصلني للدكتور ده؟ خلاص حضرتك قول لي اسمه وانا اجيب لك عنوانه على طول. اسمه ميم ميم. ايه ميم ميم؟ استاذ هلال انا جبت لحضرتك انا اسفه جيت في وقت مش مناسب. تعالي تعالي يا نهى، مفيش حد غريب، ده الدكتور عماد ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طلعت لبنان ايه دي يا نوجه؟ انت فايقه ورايقه، الكرسي ده كل معدله مفيش فايده فيه، وانا اصلا فايقه اتورب يمين ولا شمال. ايه يا بنتي؟ هو انت ما بتزهقيش؟ فك شويه. شو بكي؟ ما بيني شيء، اما نشوف اخرتها معاكي. معلش، اجليها شويه لحد ما الولاد يخلصوا الامتحانات بتاعتهم. ماشي. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا نجله؟ ازيك انت يا جيمي؟ ازيك يا جيمي، رايح فين؟ لا مفيش يا حبيبتي، عندي ميعاد مع صفوت. طب ما تنساش العموله بتاعتي لما الموضوع يمشي. ها؟ أمال حبيبتي عينيا. تسلم عيني. يلا باي 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 يا نجم. مامي كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. طبعا اذنك انا يا حبيبتي بقى.
انت جايه في ايه وماشيه في ايه يا نوجة؟ معلش عندي شويه حسابات في المعرض كده لازم اخلصها. باي يا حبيبتي. باي. نعم يا ست منى، عايزه ايه؟ يا مامي انا زهقت من الطريقه اللي بتعمليني بيها. انا ما عملتش اي حاجه لكل ده. نعم ما عملتيش؟ والعيل الفاسل اللي انت تعرفيه وبتكلموا بعض على فيسبوك وهريم بعض حب ده يبقى اسمه ايه؟ ما عملتيش؟ مامي على فكره هو انا اللي جيت حكيت لك على كل حاجه واديت لك باسورد الاكونت بتاعي، فانا لو بعمل اي حاجه غلط اكيد كنت خبيت عليكي. يا سلام. ولما ام زي تعرف اللي بنتها بتعمله المفروض عليا اني اعمل ايه يعني؟ ها اعمل ايه؟ ابعت اجيب مأذون واتنين شهود ولا ابقى شجره وانتوا اتنين ليمون؟ احمدي ربنا ان انا اكتفيت اني امنعك من مروح النادي، لكن قسما عظما يا منى يا بنت جمال لو الموضوع ده اتكرر تاني هيكون ليا تصرف معاكي انت نفسك مش هتستحمليه. يا مامي انا كنت حابه احكي لك كل حاجه بصراحه ونتعامل كاننا اتنين صحاب، بس انت اللي بتخيل ان انا حكيت لك اي حاجه. دي اسمها قله ادب. وبعدين هاتي الزفت ده، انت محرومه منه، اعدلي عليه ليل ونهار. اتفضلي روحي انفعي نفسك بكلمتين ذاكري بدل ما تبقي فاشله زي اخوكي الفاشل. امشي. بحبب انا خلاص زهقت من معاملة مامي بابي ليا، مش لاقي اي حد اتكلم معاه، حاسه ان انا عايشه لوحدي. امال انا رحت فين يا منى؟ ولا انت بتتكلمي مع حد تاني؟ مش فاهم. يا هلو انت جيت؟ لا لسه ما جيتش. طب لما تيجي قول لي بقى، واقف الباب وراك. ماشي. انت كويس؟ تمام. ايه يا منى؟ ايه ده؟ قفلت ليه دي؟